فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. وبعد ذلك يكون إن شاء الله يوم الأربعاء نزيد فيها. فصل: إن أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة. قال فصل: فإن لم يخلف تركة تفي بالحج من بلده، حج عنه من حيث تبلغ. يعني لو ما عنده النفقة من بلده من مصر مثلا إلى مكة، وعنده رجل من مكة يتكلف من بلده لمكة 10,000 مثلا، الآن يتكلف 70,000، ويتكلف من مكة 3,000، وهو الرجل يملك 3,000، نقول له يحج لك من مكة من حيث استطعت، لأن هذا كله راجع على قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: حج عنه من حيث تبلغ، وإن كان عليه دين لآدمي تحاصة ويأخذ الحج حصته فيحج بها من حيث تبلغ. وهنا لأن أحمد لا يقول بتقديم دين الله في هذا الباب، استغفر الله. اسم محمد شريف، هذا فضلك، أنت شريف رضي الله عنك، لا ينظر الرجل للناس إلا بعين كماله وعين نبله، رضي الله عنكم. فلذلك قال: يتحاص، يعني يجعل الديون هناك أنه غرماء وكل غريم يأخذ حصته، ويعني يقول: فالحج له حصة والغرماء لهم حصة. والصحيح أن نقول بأن النبي قال: اقضوا الله فدين الله حق بالقضاء، اقضوا الله فدين الله حق بالقضاء. وقال احمد: رجل اوصى ان يحج عنه ولا تبلغ النفقه. قال: يحج عنه من حيث تبلغ النفقه للراكب من غير مدينته. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. المساله فيها ادله كثيره، ولكن لا اريد ان افتح ذلك، لاني ساعيدها مع الاخوه وفاء لهم لانهم انتظروني. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر. ولانه قدر على اداء بعض الواجب فلزمه كالزكاة. وعن أحمد ما يدل على أن الحج يسقط، لأنه قال: في رجل أوصى بحجة واجبة ولم يخلف ما يتم به حجه، قال: يحج عنه من المدينة أو من حيث تتم الحجة، قال: ما يكون الحج عندي إلا من حيث وجب عليه. وهذا تنبيه على سقوط عمن عليه دين لا تفي تركته به وبالحج، فإنه إذا أسقطه مع عدم المعارض، فمع المعارض بحق الآدمي المؤكد أولى وأحرى، ويحتمل أن يسقط عمن عليه دين وجها واحدا، لأن حق الآدمي المعين أولى بالتقديم لتأكده حق الله، وحقه حق الله، مع أنه لا يمكن أداؤه على الواجب. وقد قلنا هذه المسألة راجعة إلى أن حق الله يقدم على الراجح الصحيح بقوله: دين الله حق بالقضاء. ولأنه قدر على أداء بعض الواجب، يعني قدر هذا الذي يستطيع. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع فهو استطاع. والقاعدة العامة: الميسور لا يسقط بالمعسور. وقيل: الحج يسقط لأنه ليس من بلدي، والصحيح أنه لا يسقط. وأيضا إذا كان دين الغرماء أكثر، فإن الأصل في ذلك أن حق الله يقدم على حق الغرماء. بفر أرحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. استغفر الله. رضي الله عنك يا عبد الرحمن، أسأل الله أن يرضى عنكم ويرضيكم. أشكر لكم، أنتم نبلاء جدا، أشكر لكم فضلكم ونبلكم، وأسأل ربي جل في علاه ألا يعاملني بما أهل له ويعاملني بما هو أهل له. أستاذ محمد رضي الله عنك، حفظك ربي، نسأل الله أن يرضيكم ويرضى عنكم، وأشكر لكم وأن يحفظكم
وأسأل الله في عليائه ألا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. البخاري ما أخذناه؟ طيب أنا يهيأ إلي أخذناه. طيب ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.